الشعب الشعب شو الشعب رانا كي كنا وكي رانا الحمد لله يا رب كيما المطالب تاع السكان تاع الدجاج الولايه لها امكانيات يعني تسمح لها باش تواجه اذا هذا الطلب وحققت اشياء كثيره لفائده مواطنينا. اليوم نعتبر مع تتمه الاشغال التي بعضها تم والبعض الاخر سينطلق هنا بهذه القريه، لا اعتقد انه هناك قرى اخرى اللي عندها نفس المستوى كما هذه، نظن باللي تكون تقضي على مظاهر البؤس اللي يعيشها المواطنه هنا وهناك عبر اذا قطرها في رانا في ولايه وهرن، وما ادراك ما وهرن، ما شاء الله الله يبارك، امكانيات كبرى.